أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها. هزات أرضية تضرب مناطق الريف، ولدينا تفاصيل. لكن قبل البدء لا تنسى وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. عرفت أقاليم الريف اليوم الثلاثاء هزات أرضية شعر بها عدد من سكان أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة. وحسب المرصد الأوروبي للزلازل، فإن الهزة الأرضية جرى تسجيلها حوالي الساعة 6 مساء و12 دقيقة، وبلغت قوتها حوالي 3.4 درجات على سلم ريشتر. وسجلت بؤرة الهزة في مياه إقليم الحسيمة على بعد 59 كيلومترا عن اليابسة.